جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واستدل بهذا البخاري رحمه الله على أن القبور ليست محلا للصلاة ولا للعبادة. وتعقب على البخاري بأن لفظة الحديث لا تتخذوها قبورا بمعنى لا تصلوا في هذه القبور، وهذا التعقيب معقب عليه، إذ جاءت رواية عند مسلم هذا ولا تتخذوها مقابر، بينما ما جاء في الصحيحين قبورا.